رشيد عساف بهجوم غير مسبوق على فنانات بسبب أجسامهن، وعابد فهد يفضح سبب تغير شكله. هاجم الممثل السوري رشيد عساف بعض الفنانات اللواتي لم يسمهن، وذلك بسبب استغلالهن لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل إبراز مفاتنهن وأجسامهن. وقال رشيد عساف في حديث له مع موقع فوشيا: ياعي بالشوم، كل فنانة منهن تحاول أن تتبارى مع الأخريات من تستطيع جمع إعجابات أكثر من أجل جمع بعض المال. وتابع عساف في حديثه أنه هناك البعض من يلجؤون إلى تصوير أنفسهم ومنازلهم وأدق تفاصيل حياتهم، وطالبهم بتقديم مسلسلات مهمة يعبرون فيها عن أنفسهم بطريقة محترمة أفضل من كل ما أسماه هذه التفاهات، لأن التاريخ سوف يحاسبهم. أي والله عمي، استناني. وكذلك انتقد رشيد عساف الفنانين والممثلين الذين يلجؤون إلى الشتم من أجل الشهرة، مؤكدا أن هؤلاء ليسوا نجوم وليسوا في الصف الأول أو الثاني أو الرابع فنيا، بل هم على قارعة الطريق بحسب قوله. كابتن، يعني الحياة سيادة اللواء خالي حابب يشوفني وأنا عم بلعب مع شكا زولو. إيه والمعنى. ومن ناحية أخرى خرج الممثل السوري عابد فهد عن صمته ورد لأول مرة على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب التغيير الواضح في ملامح وجهه، وتحديدا في إطلالته برفقة زوجته من كواليس حفل الفنان اللبناني وائل كفوري الذي أقيم في دبي. تعرف شو أبشر شي بهالكون؟ شو؟ إنه يكون عندك زوج. وأرفقها بتعليق جاء فيه: تغيير إطلالة الممثل هو أمر طبيعي بين الفترة والأخرى. وأضاف: التغيير في الشكل جزء من الحالة الفنية التي تتطلبها الشخصيات التي نقوم بتبنيها وبناء على هيكلها الخارجي لينسجم في عوالمها الداخلية مع أثر الحدث عليها في الحكاية وتراكمها على الجسد. الصحة بخير الحمد لله. هذا وكانت شاركت الإعلامية السورية زينة يازجي المتابعين أجواء حضورها مع زوجها عابد فهد حفل الفنان اللبناني وائل كفوري، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي وهم يتفاعلان بانسجام وعفوية مع أداء وائل لأغنيته الجديدة البنت القوية. عابد فهد الذي عاد مجددا للتعاون مع شركة الصباح إخوان بدأ بتصوير مسلسل شتي يا بيروت في بيروت بإدارة المخرج إلي سمعان. المسلسل من بطولة عبدو شاهين، سامر إسماعيل، ديما بياعة، لين غرة، فادي أبي سمرة وزينة مكي، ومن كتابة بلال شحادات، وسيعرض على منصة شاهد.